الشمس، حيث خرج جموع المصلين بعد أداء صلاة الجمعة في جوامع مدينة تلكلخ بمسيرة حاشدة تأييدا للجيش العربي السوري في عملياته المتواصلة ضد الإرهاب ومرتزقته. واستنكر المشاركون في المسيرة أعمال القتل والتخريب التي يرتكبها الإرهابيون، مؤكدين استعدادهم لبذل التضحيات في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا. مجتمعين على حب الوطن والتمسك به، مواجهين رسائل الشكر والامتنان لأبطال الجيش العربي السوري، خرج أهالي مدينة تلكلخ بريف حمص بمسيرات عفوية بعد أداء صلاة الجمعة، وأجابوا في شوارع المدينة التي نفضت عنها إرهاب العصابات المسلحة ببسالة الجيش العربي السوري وصمود أهلها، رافعين شعارات الولاء والعزة والنصر لسوريا وبواسل أبطالها حماة الديار. نحن من حي الجيش اللي خلصنا من العصابات الإرهابية وخلصنا من ورجعنا البلد على الأمن والأمان. هلا طلعنا من الجامع مسيرة مؤيدة للجيش العربي السوري اللي خلصنا من الإرهابية المرتزقة. ونحن من حي الجيش، من حي الجيش. الجامعة الحلوة فجينا نشارك فيها. ويهدوا الأمور رجال حبيبي. والله يهدي الأمور وينصر بلدنا. أيوة. وجاعوا حتى يعبروا عن مشاعرهم وعن حب لهالبلد، لتراب هذا البلد. الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش. المشاركون في المسيرة عبروا عن تنديدهم واستنكارهم لأعمال القتل والتخريب التي يرتكبها الإرهابيون ضد السوريين ومؤسسات الدولة، مؤكدين استعدادهم ليكونوا رافدا لجيشنا الباسل بحماية مدينتهم من إرهاب العصابات المسلحة. حي الجيش العربي السوري حررنا العصابات الإرهابية والمرتزقة، والحمد لله رجعت لبلد أمن وأمان ومبسوطين كثير، الحمد لله ما عاد في شيء. فنحن اليوم في يوم الجمعة قامت جماهير تلكلخ بمسيرة عفوية حاشدة بعد صلاة الجمعة تأييدا وحبا للجيش العربي السوري راعي الأمن والأمان في مدينة تلكلخ. طبعا نحن في هذا التجمع خرجنا حبا لهذا الوطن ووفاء لدماء الشهداء وحفاظا على وحدتنا الوطنية، وهذه الجماهير التي خرجت في هذا اليوم المبارك تأييدا وحبا لهذا الوطن ووفاء لدماء الشهداء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الأمن والأمان والاستقرار لهذا البلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من كل بيت خرجت الهتافات الداعمة لحماة الديار، وكل الحناجر صدحت في لوحة وطنية مشرفة. السوريون شعب واحد ملتحمين مع جيشهم الباسل للتخلص من إرهاب العصابات المسلحة.